صباح الهنا وصباح الجمال وصباح التفاؤل وصباح السعاده وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من البلدي وكان معنون على شبكه قنوات بي ان سي وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخ في مصر. النهارده ان شاء الله يوم الاثنين، وان يوم الاثنين بالنسبه لنا بيبقى يوم مميز عشان بيبقى فيه كده لغه حوار بيني وبين حبايبنا ومتابعينا، ان هم بيكونوا عايزين اي سؤال اي حاجه اي وصفه بيكتبوها لنا على الفيسبوك او الانستجرام، بينزل على الفيسبوك على صفحه البرنامج البلدي وكان مع الشيف نونا بوست كده علشان نشوف الاسئله بتاعتكم اللي بتنزل عليه، وعلى الانستجرام الحساب الخاص بالقناه بي ان سي ايجيبت بنشوف الاسئله كلها وبنحاول نجاوب عليها، واللي بيبقى محتاج مقادير بننزلها على الهواء. دي صفحه الخاصه بالبرنامج البلدي وكان مع الشيف نونا. هنشوف ان شاء الله على الفيسبوك، هنشوف ان شاء الله الاسئله اللي موجوده عليها بعد ما نشوف وصفاتنا باذن الله النهارده. كمان في بوست على الانستجرام على حساب الخاص بالقناه بي ان سي ايجيبت، هنشوف برضو الاسئله اللي موجوده عليه ونحاول نجاوب على اكبر قدر منها ان شاء الله. طيب على ما يجي وقت فقره السوشيال ميديا، عايزه بس اعرف حبايبنا حاجه مهمه جدا. النهارده زي ما هو يوم مميز علشان بيبقى فيه لغه حوار بيني وبين حبايبنا، يوم مميز كمان علشان عاملين فيه معجنات. عشاق المعجنات هيبقوا حابين الحلقه قوي، والناس اللي بتخاف من المعجنات كمان المفروض ان هم النهارده اكتر ما هي حلقه فيها وصفات حلقه تعليميه، لان احنا عاملين اساس العجينه علشان الناس اللي ما بيبقاش عندها جرأه ان هي تدخل المطبخ وتشتغل في المعجنات. طيب ناس كتير كمان، انا النهارده محضره لكم مفاجاه خاصه بيا انا لكل حبايبنا ومتابعينا على البرنامج او على السوشيال ميديا على الفيسبوك. بعد الحلقه ان شاء الله هعمل لايف، انتظروه، علشان اللايف دوت هيبقى فيه مسابقه حلوه صغننه كده على صفحتنا باذن الله، جايزتها هتكون عجان. الناس اللي كانت على طول بتقول لي احنا محتاجين عجان او عايزين عجان، دي فرصتهم ان هم يتابعوا معانا مسابقتنا علشان ان شاء الله يكونوا من سعداء الحظ اللي يكسبوا معانا العجان. والمسابقه سهله وبسيطه جدا باذن الله تكون عند حسن ظنكم. طيب قبل ما نبدا بقى في حلقتنا، عايزه افكر حبايبنا ومشاهدينا بالارقام اللي بتظهر على الشاشه من اي رقم ارضي على 0900 9710، ومن اي موبايل على 1710، والارقام الدوليه بتظهر قدام حضراتكم في انتظار مكالماتكم ان شاء الله. طيب قلنا في اول الحلقه ان احنا النهارده عاملين معجنات، واساس العجينه او استاندر اي عجينه هم خمس مكونات، اللي هم بيبقى عباره عن دقيق وسكر وخميره ورشه الملح والميه الدافيه او الحليب الدافي اللي بيلم لنا المكونات دي كلها. اي حاجات تانيه او اضافات بتبقى دي تطعيمات للعجينه. زي ايه؟ زي ان احنا ممكن نحط بدل الميه نحط حليب، ده كده اضافه. بدل ممكن نحط زبادي، ممكن نحط حليب بودر، ممكن نحط زبده، ممكن نحط معلقتين سمنه، ممكن نحط توابل منكهه او معطره اللي هي زي الزعتر والروزميري، ممكن نحط بابريكا، ممكن نحط معلقتين من الكاتشب. كل دوت اضافات للعجينه بتاعتنا، لكن الاساس بتاعنا ده اللي هنشتغل بيه النهارده، ونشوف العجينه بتاعتنا عباره عن ايه. شلت الميه وحطيت حليب، يبقى هم الخمس مكونات الاساسيين بتوعي اللي هم دقيق، سكر، خميره، رشه ملح، لبن دافي معانا، مش اكتر من كده. طيب ننزل المقادير ونشوف هنستخدم ايه النهارده في العجينه بتاعتنا علشان تطلع معانا مظبوطه. هنعمل النهارده معجنات بحشوات مختلفه وكمان اشكال مختلفه. طيب هنحتاج ايه؟ محتاجه كيلو دقيق، معلقتين كبار من السكر، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، رشه ملح، نص كوبايه ميه دافيه، دي اللي هحط فيها السكر والخميره علشان يتنشطوا معانا، والحليب الدافي للعجن. قلت قبل كده لما تكون العجينه بتاعتنا فوق محدده كميه الدقيق وتحت كاتبه سواء ميه دافيه او حليب دافي للعجن، يبقى بنحط كل المكونات وبنزل بالدقيق، اسفه، بنزل بالسوائل شويه شويه لحد العجينه بتاعتنا ما تلم. طيب لو انا محدده الكميه السوائل وكاتبه دقيق حسب الحاجه، يبقى بحط كل السوائل الاول في العجان او في الطبق اللي هعجن فيه، وبنزل بالدقيق شويه شويه لحد العجينه ما تلم معانا. في معجنات بتحتاج عجينه يبقى مقدار الدقيق بتاعها هو اللي مظبوط والسوائل حسب ما تسحب معانا، وفي معجنات بتبقى محتاجه مقدار السوائل هو اللي مظبوط والدقيق هو اللي حسب ما تلم العجينه معانا. طيب حشوات بتاعتنا النهارده ايه؟ ادام في او ادام قلنا حشوات مختلفه، يبقى اللي موجود عندك في الثلاجه والربنا يجود بيه هنستخدمه. طيب ربنا جاد النهارده بايه او ربنا كرمنا بايه؟ عندنا لحمه مفرومه متعصجه، سجق شرقي متعصج، تونه، عندنا بيض بالبسطرمه، جبنه فيتا حطينا عليها بقدونس وفلفل احمر حامي، عندنا كمان جبنه موتزاريلا مكعبات. ادام في حاجه فيها حشوات يبقى انا مش هلتزم بحاجه، مش شرط ان انت تيجي تعملي
حاجه معينه او تعملي نوع من المعجنات، واكون انا كاتبه حشوات معينه تلتزمي بالحشوات، تقولي ايه لا انا هروح اجيب زي منونه قالت. لا مش شرط ان انت تعملي حاجه زي كده، اللي موجود عندك ينفع. طيب ده كده الحشوات الحادقه. الحشوات الحلوه عباره عن ايه؟ هنعمل منها من نفس العجينه هنعمل قرص بالسكر والقرفه، بتبقى موجوده في الافران ومحدش بيختلف عليها. عجينه القرص اللي هي بالسكر والقرفه محدش بيختلف عليها. حشوتها ايه او هنستخدم لها ايه؟ ربع كوبايه من السكر، معلقتين كبار من القرفه البودر، وخليها معلقه واحده بس، ومعلقه واحده زبده مذابه. بنقلب ده كله مع بعضه وهنحشي بيها القرص بتاعتنا اللي هي بالقرفه. كل الوش بتاعنا بقى احنا بنقول الحاجات وبنقول البدائل بتاعتها عشان اللي موجود عندك ينفع واللي مش موجود عندك يبقى ليه بديل. طيب الوش بتاعنا هندهنه بايه؟ محتاجه حليب، رشه قهوه سريعه الذوبان، وسمسم محمص، وحبه البركه. طيب نونه هتلاحظوا ان انا مش حاطه بيض ومش حاطه صفار بيض. طيب ما عنديش قهوه سريعه الذوبان، ممكن اخد معلقتين من الحليب مع صفار بيضايه اقلبهم مع بعض، وسنه فانيليا لو الفطاير بتاعتنا حلوه. طيب ما عنديش مثلا حليب وما عنديش بيض، اعمل ايه؟ شويه ميه وحبه زيت، حبه حليب بحبه زيت، كله ينفع. عندك سمنه وما عندكيش زيت، ممكن حبه السمنه مع معلقه الحليب، ما عندكيش حليب هو بالسمنه بس. بدايل كتير، ما توقفيش اللي انت بتعمليه على حاجه معينه. انا عايزه قبل ما نبدا في اي حاجه اعمل بس كده، بسم الله الرحمن الرحيم، اعمل البولش بتاع او تخمير الخميره، ونكلم اسراء كده. بصوا هنحط سكر وهنحط خميره ونصبح على اسراء ونقول لها صباح الفل يا اسراء. الو ازيك عامله ايه؟ الو ازيك، صباح الفل يا اسراء، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ تمام يا رب تكوني بخير دايما. بصي عامل ايه؟ ازيك يا ماما؟ اه طبعا اتفضلي. انا مش سامعاكي حبيبتي، كلميني مره تانية. صباح الفل عليك يا اسراء، نورتيني. بصوا كده دوبت السكر مع الخميره في كوبايه من الميه الدافيه. هتلاحظوا ان انا مسكت الميه كانت سخنه، رحت حاطه منها نص كوبايه، ورحت حاطه من نص كوبايه من الميه اللي في الحنفيه، وحطيت بالشكل ده كده، وهسيبها على جنب ونشوف تخمير الخميره هيكون عامل ازاي. ده كده اختبار للخميره، هل الخميره اللي عندنا شغاله، ولا الخميره اللي عندنا بارده، ولا الخميره اللي عندنا بايظه وحرام ان احنا نعمل بيها العجينه وتبوظ وبعد كده نرميها. كل دوت هنشوفه معانا واحنا شغالين مع بعض. نصبح على منى ونقول لها صباح الفل يا منى. صباح الفل يا منى، صباح الهنا والجمال عليك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله كويسه، انت عامله ايه؟ يا رب تكوني بخير دايما. انا بخير طول ما انت بخير، تسلمي لي. القمر اللي على الشاشه ده حبيبتي، الله يعزك يا رب، انت اللي عينيكي جميله، تسلمي لي يا رب. وحشتيني كتير والله حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا، الله يبارك لك. انا اللي كلمتك من كام يوم، تنوريني دايما بمكالماتك يا رب وتسعديني بيها. وكنت عايزه اصب عليك واقول لك يا مامتي، بس اتكسفت برضك وكنت برضه تزعلي مني. لا ازعل ليه؟ لان انت مامتي، انا بحسك مامتي، لان انا حبيبتي انا شرف ليا خاصه ان انا بعيده عن اهلي، فبحسك امي. ده شرف ليا والله العظيم ان انت تحطيني في مكانه زي دي، مكانه الام. من الصعب قوي 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 ان حد يحطها في مكان في المكانه ديت، فان انت تقولي لي ان انا زي مامتك ده شرف على دماغي والله العظيم، دي حاجه تبسطني جدا. انا ليا ظروف خاصه مخليني بعيد عن اهلي. يا حبيبتي ربنا يا رب يقرب البعيد وتجمعوا على خير ان شاء الله من تاني. بحس نفسي ان انت امي قوي حبيبتي، حبيبتي بتفهمي كل الناس وبتحسي بكل الناس. الله يسعد قلبك يا رب حبيبتي، تسلمي لي، ما تحرمش منك ابدا يا منى. هي فصلت؟ طب حاولي تكلميني تاني يا منى، وما تحرمش منك ابدا يا رب. هي معانا؟ فصلت؟ طيب حاولي تكلمينا تاني يا منى. بصوا بقى هنسيب الخميره، بصوا بدات ان هي تعمل الخروم او الفقاقيع اللي هي اللي على الوش دي، معنى كده ان هي بدات تتنشط معانا تمام وزي الفل. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كده احنا كاتبين في السوائل حليب دافي للعجن، معنى كده ان انا هحط المكونات كلها والحليب هينزل شويه شويه علشان اعجن بيه، ونصبح على مدام روحيه ونقول لها صباح الهنا. الو الو مدام روحيه، فصلت؟ طب حاولي تكلمينا مره ثانيه. بصوا عملت ايه؟ حطيت كيلو دقيق كامل ورحت حاطه رشه الملح معاه. طيب عندي الخميره بدات ان هي اهي تشتغل،
تمام وزي الفل. طيب نونا، احنا مش عايزين نخمر الخميره، او الخميره اللي عندي في البيت انا متاكده ان هي شغاله كويس جدا ومش محتاجه ان انا اختبرها، يبقى تمام جدا وزي الفل. هنروح حاطين المعلقتين بتوع معلقه الخميره الكبيره ومعلقتين السكر، وهبدا ان انا انزل السوائل بتاعتي على طول. كده العجينه اهي بدا الخميره بدات تتخمر، هروح عامله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انت ضامنه الخميره اللي عندك ومش عايزه تعملي لها اختبار، هتضيفيها على الدقيق على طول. وهروح حاطه كده، وحطينا رشه الملح، واروح حاطه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل ما نشغل العجان نصبح على مدام روحيه فصلت. طب حاولي تكلميني تاني يا مدام روحيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ابدا بس. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب تعالوا نطلع فاصل، حد بس يعمل لي الخطوف بتاع العجان، ونرجع ان شاء الله نكمل حلقتنا. اوعى تروحوا في اي حته، مستنيكم. ورجعنا من الفاصل، حطينا المكونات كلها عشان اللي لسه متابعين. انا اهم حاجه عندي النهارده اكتر من الكوانتر بتاعنا يكون مليان وصفات ومليان حاجات احنا عاملينها، اهم حاجه ان انتوا وانتوا شغالين في المطبخ كده الحاجه تطلع معاكم مظبوطه، كل تكايه وكل تركايه تبقوا عارفينها، عشان لما الحاجه تطلع معاكم مظبوطه اخد دعوه حلوه احسن ما يدعي عليا. فاهم حاجه عندي النهارده ان احنا نبقى ماشيين مع بعض واحده واحده كده. طيب علشان اللي لسه متابعين دلوقتي معانا وفاتحين التلفزيون، بنعمل ايه النهارده؟ بنعمل عجينه واحده بس، وهي الاستاندر الاساسي بتاع العجين، وهنعمله بحشوات مختلفه واشكال مختلفه. طيب الاستاندر العجين دوت عباره عن ايه؟ عباره عن دقيق، إيه؟ خميره، سكر، رشه ملح، والاخر دوت سوائل، سواء حليب او سواء ميه. السوائل ديت انت اللي بتتحددي، اللي بتحدديها وانت اللي بتتحكمي فيها. بقى عندي خمس مكونات. طيب لو انا عايزه اضيف للعجينه بتاعتي تطعيمات زياده او حاجات زياده علشان تخليها كويس، ممكن ابدل الحليب دوت، او مش هبدله، هيبقى مثلا السوائل بتاعته زياده، ممكن احط ان انا كوبايه زبادي، ممكن احط معلقتين زبده، ممكن احط معلقه ربع كوبايه زيت، ممكن احط مثلا توابل عطريه او اللي هي الاعشاب العطريه زي الزعتر والروزميري، ممكن احط كاتشب، ممكن احط بابريكا، كل ده ممكن احط سمسم، ممكن احط حبه البركه في العجينه نفسها. كل دي حاجات زيادات انا ممكن اطعم بيها العجينه، لكن ادام الاساس اللي موجود عندي ممكن اشتغل بيه واطلع منه احسن معجنات، وممكن كمان اعمل منه احلى بيتزا واحلى عيش فينو واحلى كايزر. انا اهم حاجه عندي ان الدنيا تبقى سهله عليكم وانتم في المطبخ، مش عايزه ان انا اصعب الدنيا عليكم زياده، مش عايزه ان انا بصراحه ما عنديش حته الكلكعه بتاعت الفينو ليه عجينه، الكايزر ليه عجينه، البيتزا ليها عجينه. انا عارفه ان البيتزا لازم يكون ليها عجينه اساسيه، بس لو عملناها بالستاندر بتاع النهارده دي هتبقى في منتهى الجمال. ايه تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معجنات محشيه ليها عجينه، المعجنات المقليه بس هي اللي بيبقى فيها حاجات بسيطه او حاجات مختلفه، هي اللي ممكن نبقى مش نفس العجينه بتاعت النهارده، بس العجين كلها واحده. ما نصعبش الدنيا على نفسنا ونشتغل ببركه ربنا كده، واحنا شغالين هنلاقي ان احنا الدنيا سالكه معانا الحمد لله. طيب نصبح على جاسر ونقول له صباح الفل يا جاسر. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، عامل ايه؟ الحمد لله. انا مش مصدق نفسك. مش مصدق نفسك ليه يا حبيبي؟ بس انا بحب حضرتك جدا حبيبي. الله يسعد قلبك، ما تحرمش منك يا رب، تسلم لي. يخليك. حضرتك انا عايزه اسال حضرتك سؤال. 10 اسئله مش سؤال واحد، امرني. انا حضرتك عندي برضو موهبه وعايزه انميها، ينفع تديني نصايح عشان انميها؟ عندك موهبه ايه الاول قولي؟ عندي انا بطبخ حلو. بتطبخ حلو ما شاء الله، انت عندك كام سنه قولي؟ انا عندي 13 وبشتغل في مطاعم. 13 سنه وبتشتغل في مطاعم. ايوه. طيب بص يا جاسر، سيب رقمك مع فرح او مع ايه، تمام؟ وهكلمك بعد الهوا، وهكلم الاداره، وان شاء الله باذن الله قريب قوي هتكون معايا هنا في البرنامج، نشوف مواهبك ونوريها للناس ونتكلم مع بعض زي ما انت عايز وندردش، ايه رايك؟ فصل؟ فصل ولا انتوا سحبتوه عندكم؟ معاكوا؟ طيب قصدي سحبتوا الخط يعني. طيب تمام، خد الرقم معايا بتاعه وخليه معاكي. يعني ده شرف لينا اصلا يا جاسر، يعني انت عندك 13 سنه وبتشتغل في مطاعم وعايز تنمي موهبتك عشان تبقى احسن واحسن، يعني ربنا يبارك لك يا رب ويبارك لامك وابوك فيك، اللهم امين. بصوا كده انا قفلت العجان علشان كنت بكلم جاسر، هبدا ان انا اشغل كده تاني.
واسيب العجينه تتعجن مع بعضها كده، ونبدا نشوف العجينه الملبن اللي احنا مخمرينها هتبقى عامله ازاي. عايزه بس، حاضر، نغسل كده بس ايدينا. طبعا المعجنات لازم ملمس ايدينا يبقى فيها، لازم ملمس ايدينا يبقى فيها. بصوا بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. انا قفلت العجان علشان هكلم ام خالد علشان صوت العجان ما يبقاش مداري عليها. بس بصي كده معايا ام خالد، الملبن اللي احنا بنعمله ده. الو، صباح الفل. صباح الهنا والجمال عليكي، عامله ايه؟ يسعد صباحك حبيبتي، الله يسعد قلبك يا رب. احلى شيفه في الدنيا. الله يبارك في عمرك يا حبيبتي، ما تحرمش منك يا رب. ربنا يكرمك ويديك الصحه يا رب. اللهم امين يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا. بقول لك بسم الله ارقيكي يا حبيبتي. الله يسعد قلبك يا رب، والله يشفيكي من اي داء فيكي يا رب. اللهم امين، اللهم امين. بسم الله اشفيكي، والله بسم الله ارقيكي، والله يشفيكي من اي داء فيكي. اللهم امين، اللهم امين. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يشفيكي. اللهم امين يا حبيبتي، اللهم امين. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يشفيكي يا رب. اللهم امين ويشفي كل مريض. ربنا ما يتوهش اولادك ليك ويدخلك في حاجه واحده يا رب، وينجيكي من كل شر يا رب. اللهم امين يا رب. ويحفظك ويحفظك ويحب فيك الخلق وملائكه الارض يا رب. اللهم امين، اللهم امين. ويشفيكي شر المرض يا رب يا رب. احنا كل ويسعدك دايما باولادك سامعين يا رب. يا رب يا رب. اللهم امين. ويشفيكي شر المرض ويهنيكي دايما، يجعل ايامك كلها سعاده يا رب. اللهم امين، اللهم امين. ويطمن قلبي عليك، انا بحبك حب ما يعلمش بيه غير ربنا. حبيبتي الله يسعد قلبك. بحبك كبنتي حبيبتي، الله يسعد قلبك، ده شرف لي. اكبر منك يعني. حبيبتي الله يسعد قلبك ويديك العمر والصحه وراحه البال يا رب. كريمك ربنا يكرمك، وانا كل برامجك متابعاها وبسمعك كل يوم، اصحى الصبح اسمعك كده. حبيبتي الله يسعد قلبك ويديك الصحه ويبارك في عمرك يا رب. ربنا يبارك فيك يا رب، وربنا يشفيك ويتم لك الشفاء، والف الف الحمد لله على سلامتك. الله يسلم عمرك يا رب، الله يجازيك كل خير. اللهم امين. جبر الخواطر ده يا جدعان والله العظيم ما في زيه، يعني مكالمه ام خالد ليا ده جبر خاطر. الله يا رب، اللهم يعني يجبركم جبر خاطر. ام خالد طول ما هي بتدعي الله يبارك لك يا حمدي، عمال يردد وراها اللهم امين اللهم امين. بيامن على الدعاء بتاعها، وانا عارفه متاكده يعني وواثقه جدا في حبايبي اللي بيتابعوني وبيتفرجوا عليا، انا عارفه ان الدعاء بتاع ام خالد دوت كانوا كلهم برضو بيرددوا وراها وبيقولوا اللهم امين. ربنا يا رب يكرمكم كلكم ويجازيكم كل خير. بصوا كده العجينه بتاعتنا، بصوا عامله ازاي، ملبن ازاي. انا كل اللي بعمله دلوقتي ان انا بقطع العجين كور، وبعد كده هنبدا ان احنا نشكل ونصبح على مدام روحيه ونقول لها صباح الهنا. ازيك يا نونا؟ صباح الجمال على عيون حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله. انت اللي عامله ايه يا نونا؟ انا بخير يا حبيبتي، طول ما انت بخير ما تحرمش مني. ربنا يتم شفاك على خير يا رب. اللهم امين يا حبيبتي، الله يسعد قلبك يا رب، تسلمي. انا بكلمك عشان اسال عليك واطمن عليك يا نونا. حبيبتي امبارح ما طلعتيش هوا. لا حقيقي حقك عليا، معلش والله كان نفسي اكون معاكم هوا بس ربنا ما قرطش. حبيبتي ما تحرمش مني. صح، طمنا عليك يا نونا وتسلم ايدك على كل حاجه. سلم عمرك يا رب من كل شر. مدام روحيه، نعم، العجينه اللي معايا ديت ممكن ان احنا نشيل الحليب ونعمل بدلها ميه، هتبقى عندنا عجينه صيامي. ممكن هتحشيها لي بالتونه النهارده؟ ممكن نحشيها الصيام بتاعكم نحشي تونه صح؟ لا، في تونه وسمك. ايوه نحشي تونه صح وسمك، وكمان ممكن ممكن نحشيها خضار. لا تسلمك يا نونا، ممكن نحشيها مشروم وفلفل وهتطلع معاكي زي الفل ان شاء الله. ربنا يخليك، انت ما تقوليش حاجه وحشه يا نونا. حبيبتي الله يسعد قلبك حبيبتي، صحه وخليك لاولادك يا حبيبتي. الله يسعد قلبك، ما تحرمش منك ابدا، تسلمي لي، نورتيني يا مدام روحيه باتصالك. بصوا كده ما شاء الله العجينه، بصوا ده صيام السمك مش الكبير، انا عرفت دلوقتي اهو. بصوا العجينه ما شاء الله عليها، خدت جزء من العجينه عملته كور. الكور دي هعملها ايه؟ هبدا الاول بالحشوه الحلوه، هبدا الاول بالحشوه الحلوه اللي هي القرص بتاعتنا اللي هي بالسكر. هعمل ايه؟ هروح جايبه الصاج بتاعنا اهو كده، هدهنه دهنه زيت بسيطه جدا عشان بس اعرفكم ان المعجنات بتاعتنا النهارده مش محتاجه اي مجهود، حاجات سهله وبسيطه جدا. ادي صاج عندي او الصواني الفرن بتاعتكم العاديه خالص، هدهن دهنه زيت كده. الفرن بتاعنا شغال قبل ما ابدا في اي حاجه على درجه حراره 180، ممكن ان احنا نحطها على 200، بس انا حابه ان هي تكون على 180 عشان المعجنات من جوه نفسها تستوي، ما تدخلش على درجه 200 مثلا وتاخد اللون الحلو من بره وارجع بعد كده الاقيها من جوه ما استوتش، او الاقيها من جوه طريه زياده عن اللزوم، فعشان كده على 180 تستوي براحتها. كده هجيب اهو بوله عندي، واروح حاطه سكر، واروح حاطه قرفه،
وسنه من الزبده بسيطه كده علشان تجمع لي بس الاثنين مع بعض. ونصبح على عبير ونقول لها صباح الهنا. الو الو، صباح الفل، عامله ايه؟ الحمد لله. يا رب تكوني بخير دايما. انا بحبك قوي حبيبتي. الله يسعد قلبك، ما تحرمش منك ابدا يا رب. انا كنت عايزه اعمل اهداء. اه طبعا اتفضلي. يا سلام موريني. كنت عايزه اعمل اهداء لابن اختي هيزم، اقول له كل سنه وهو طيب بمناسبه عيد ميلاده. كل سنه وهو طيب وبالف خير يا رب. عنده كام سنه قولي لي؟ عنده 5 سنين. ما شاء الله، عقبال ما تشوفيه احلى عريس في الدنيا ان شاء الله. ربنا يخليه ماما. يا رب، اللهم امين. حبيبتي نورتيني، نورتيني يا عبير باتصالك. بصوا كده بعمل ايه، هتلاحظوا ان الكوانتر عندي او الرخامه اللي انا بشتغل عليها ما عليهاش ولا رشه دقيق ولا اي حاجه خالص. لا، والعجينه معايا ما شاء الله ولا لزقت ولا اي حاجه. هعمل كده بعد ما حطيت القرفه، وهتلاحظوا ان انا حطيت الحشوه بتاعت القرفه والسكر والزبده وبططتها، وهروح جايه هنا كده وراح عامله كده. هرصهم في الصاج على طول، وقبل ما اجي ادخلهم الفرن هروح مدياهم التبطيطه الخفيفه اللي انا عايزاها، واروح حاطه على الوش السمسم والسكر اللي انا عايزاه بعد ما ادهنه بالحليب وقهوه سلطة الدجاج. بص بعمل كده وبروح لما كده. متهيالي اسهل من كده مفيش، للناس اللي هم بيخافوا يدخلوا المطبخ ويعملوا معجنات اسهل من كده مفيش. ده عملنا العجينه مع بعضها، سيبناها تخمر، بعد ما خمرت رحنا مقطعين منها قور بالشكل ده كده. ابدا اهو ابطط كده، بصوا كده الزبده مع القرفه مع السكر الخليط، بصوا عامل ازاي. لكن لو انا حطيت السكر والقرفه مع بعض من غير ما احط حاجه او ماده تمسكهم هلاقيهم يفكوا من العجينه اللي احنا بنشتغل بيها وهلاقيهم ينزلوا، لكن معلقه الزبده اللي احنا حاطينها دي مخلياهم ماسكين في بعض. بصوا كده، ونصبح على روان ونقول لها صباح الفل يا روان. السلام عليكم. عليكم السلام، عامله ايه؟ الحمد لله كويس. يا رب تكوني بخير دايما. لو سمحتي عايزه اطلب منك طلب واحد. يا لهوي، 10 طلبات مش طلب واحد، اموريني. عايزه اطلب منك الكيكه، كيكه الشوكولاته الاصليه اللي في المحلات. عينيا الاثنين حاضر، اللي هي بتبقى مربعه كده. اه عينيا الاثنين حاضر. نيجي لفقره السوشيال ميديا، وهاول حاجه هقولها هي الكيك اللي انت عايزاه. عينيا الاثنين يا روان، نورتيني يا حبيبتي باتصالك. اكتبوا عندكم ان اول وصفه نقولها للسوشيال ميديا الكيكه بالشوكولاته الروان. بصوا كده عملنا بالشكل ده، باجي قبل خلاص انا مليت الصاج مثلا كله وباجي اروح عامله كده بالشكل ده، واحنا بنبطط كده القرص بتاعتنا. نصبح على زينب ونقول لها صباح الفل يا زينب. صباح الفل يا حبيبتي. صباح الهنا والجمال على عيون حضرتك، عامله ايه؟ الف سلامة عليك. الله يسلم عمر حضرتك حبيبتي، الله يسعدك. وما تغيبيش عننا خالص خالص كده حبيبتي، حقك عليا معلش. لا يا حبيبتي لا، وبشر الصابرين اذا صبروا. اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله، والمؤمن هو اللي دايما منصاب. اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله، ربنا يكرمك ويصلح حالك يا رب، ويخلي لك بناتك يا رب، وتفرحي بيهم كلهم يا رب. يا رب، ونفرح بأمة العالم كله يا رب. اللهم امين. الله يخليك يا حبيبتي، وتسلمي لي على كل القصر اللي عندك كلهم يا حبيبتي. الله يسلم عمرك من كل شر. وعلى مدام روحيه وام جوزيف وكلهم، ومدام احلام، كل اللي بيتصلوا بيك حبايبي كلهم والله. حبيبتي انت حبيبتنا كمان، كلنا هم اكيد سامعينك يا حبيبتي، تسلمي لنا، ما تحرمش منك ابدا ولا من اتصالك. بصوا كده عملت ايه؟ انا هحط كمان واحده هنا عشان اكمل الصاج واحطه في الفرن. طيب الفرن بتاعنا حاضر، نعمل ده ونطلع فاصل على طول يا حمدي. عينيا الاثنين، سلم عمرك يا رب. بصوا بنجمع كده، جمعت اهي. اهم حاجه التجميعه دي ان ما يبقاش باين حاجه من الحشوه اللي احنا بنعملها، ونعمل كده ونلف كده اهو، اهو زي البقجه اكننا بنعمل بقجه اهي. بصوا كده ما بقاش باين حاجه خالص من الحشوه اللي احنا حاطينها، واروح مبططه كده واروح عامله كده. اهم حاجه ما نحطش دقيق على الرخامه اللي احنا شغالين عليها، علشان لو حطينا دقيق هنلاقي العجينه بتتزحلق مننا. مش كل المعجنات بتحتاج دقيق او رشه دقيق وهي بتتفرد. بصوا كده عملنا بالشكل ده. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ عندي الحليب اهو. خلوا بالكم لما اجي اكون في الدهان بتاع الوش، لما اكون حاطه قهوه سريعه الذوبان اروح مدوباها هي الاول مع السوائل قبل ما احط البيض. لو انا حاطه صفار بيض ما احطش القهوه سريعه الذوبان مع البيض على طول، علشان هلاقي ان هو خرز معايا وكتل،
فانا مش عايزه حاجه زي كده، فبروح احطها مع السوائل وبعد كده ابدا ان انا احط عليه صفار البيض. هاجي كده واروح عامله كده اهو. طيب الناس اللي ما بتحبش مثلا القهوه سريعه الذوبان في الدهان، قلنا نحط حليب وصفار بيض ورشه فانيليا لو الحشوات حلوه، قلنا مثلا نحط حليب بس من غير اي حاجه، قلنا نحط مثلا معلقه سمنه كده اهوت مع الحليب او زبده، قلنا نحط حبه زيت مع حليب، حبه زيت مع ميه، كل دوت هيدينا وش حلو جدا وفي نفس الوقت بعيد عن الحاجه اللي انتم ما بتحبوهاش. بس بالشكل ده كده دهنيها، وهروح حاطه عليها من على الوش رشه سمسم، وممكن معاها كمان رشه من السكر والقرفه علشان نبقى عارفين الحشوه بتاعتها ايه. انا خلصت والله. تعالوا بقى نطلع فاصل، ونرجع من الفاصل نشوف الحشوات الحادقه اللي احنا هنعملها هتكون عباره عن ايه، وتشكيله العجين كمان هتبقى عباره عن ايه. شويه صغيرين وراجعين، اوعوا تروحوا في اي حته مستنيكم. ورجعنا من الفاصل، حطينا بصوا بسم الله ما شاء الله اللي هي بالقرفه والسكر والزبده اللي حطيناها من جوه في الحشو، تستوي معانا ونطلعها ونشوف شكلها من جوه هيبقى عامل ازاي. عايزه تحطي على الوش سمسم بس ماشي، عايزه تحطي معاه حبه سكر ماشي، رشه بسيطه جدا من القرفه يبقى تمام وزي الفل. طيب عملت ايه تاني؟ رحت فارده في الفاصل جزء من العجينه، ورحت مقطعاه بالقطاعه اللي هي دي، ما عندناش دي غطا بطرمان، ما عندناش ديت بوله كده او سلطانيه انا اقطع بيها، ما فيهاش اي مشكله. خايفه ان هي تلزق في العجينه وما تقطعش معاكي، بوله من الدقيق كده اهو وغطسي فيها السلطانيه او الغطا البطرمان وقطعي بيها يطلع معاكي زي الفل. ما توقفيش حاجه وما تقوليش اصلها لا اصل ما عنديش القطاعه ديت فهعمل ايه. عندك كذا حل، واشتغلي ويخلي كده عندك جراءه كده وسمي بالله، هتلاقي ربنا مسهل الدنيا كلها معاكي. طيب عملت ايه؟ قطعت بالشكل ده كده، ممكن ان انت تكبري الحجم او تصغريه زي ما انت عايزه. واروح جايبه الحشوه مثلا بتاعتنا، هنعمل مثلا بيض بالبسطرمه كده، نعمل 3 بيض بالبسطرمه و3 جبنه مثلا على حسب اللي انت عايزاه. وعشان تبقى صيامي قلنا ان احنا ممكن نعملها من غير لبن ونعجن بميه، وعاملين كمان تونه اهي فهتطلع معانا ان شاء الله زي الفل كده. جبنه، اي نوع جبنه بيضة عندك حطي عليها شويه بقدونس وقرن فلفل، ما عندكيش بقدونس مش هيقول لك لا حطي فلفل بس، ما تصعبيش الدنيا على نفسك اهي. النهارده دي يعني مش حلقه للناس البروفيشنال في المعجنات، انا عاملاها للناس اللي هم لسه بيدخلوا المطبخ، تشكيلات سهله وبسيطه مش عايزه اعقدها عليهم علشان ما يبقاش عندهم رهبه هم بيشتغلوا. ونصبح على ام سلمى ونقول لها صباح الفل يا ام سلمى. صباح الفل يا اجمل نونه. صباح الهنا والجمال عليكي يا حبيبتي، عامله ايه؟ انت الحمد لله بصراحه انت انسانه جميله جدا جدا. الله يسعد قلبك. انا بحبك قوي 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 حبيبتي. الله يبارك لك يا رب، ما تحرمش منك ابدا، تسلميني يا رب يا رب يخليك. لو سمحتي ممكن اطلب منك سؤال؟ 10 اسئله والله، يعني مش سؤال واحد. ماشي. الحاجات لو سمحت الماسكات اللي حضرتك مثلا بتحطيها والحاجات دي، انا ما عنديش مثلا نت او الحاجات دي ان انا مثلا ادخل عليها واتعرف عليها وكده. تمام تمام. يعني ممكن مثلا يوم الاثنين مع السوشيال ميديا يعني تعملي حاجه بسيطه مثلا؟ عينيا الاثنين، هقول لك النهارده نوعين ماسك حاضر في فقره السوشيال ميديا. عينيا الاثنين. عينيا ليكي، عينيا ليكي يا ام سلمى، نورتيني يا حبيبتي نورتيني. يبقى كده كيكه الشوكولاته من سؤال اهو من اسئله السوشيال، كيكه الشوكولاته وماسك من ماسكات الايد والبشره، اكتبهم عندكم عشان نبدا بيهم ان شاء الله. بصوا كده انا بعمل ايه، كورة من الكور العادية بتاعتنا بططتها وبدأت ان انا اخد كده اهو، وعاملاها بالشرشارة ديت علشان تطلع لي بشكل. ما عنديش القطاعة دي ما فيهاش مشكلة، مش هتوقف المعجنات عليها، ممكن نقطع بسكينة عادي جدا. طيب عملت كده، هعمل ايه دلوقتي؟ هروح جاية كده بسم الله الرحمن الرحيم، لا هلبس جوانتي بقى عشان يعني هبل الحروف بصباعي. ونكلم مين؟ شروق. صباح الفل يا شروق.
ازيك يا ست نونة؟ صباح الهنا والجمال عليكي يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله، انا بحبك قوي قوي قوي، بتفرج عليكي كل يوم. حبيبتي الله يسعد قلبك يا رب من كل شر، تسلمي لي. ربنا يخليكي لنا كده يا رب، وما تحرمش من وسط حضرتك كده على الصبح، ولا بعتبرك زي مامتي. انا ده كبير قوي عليا. ولا منك يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا يا رب، تسلمي لي. انا كنت بس عايز اقول لحضرتك حاجه. اموري. هو في تمريض عسكري بعد الاعدادي؟ والله ما اعرفش، ما اعرفش. بس هو انا يعني لو في حد بيتفرج على حضرتك وعارف، هو انا اصلا نص درجه بس في المجموع في ثالثه اعدادي. يا ريت لو حد من متابعينا يكون عارف ويقدر يرد على شروق يكلمنا ويقول لنا هل في تمريض عسكري بعد الاعدادي؟ يا ريت والله يكون تعرف. وعموما حاضر. طب بصي هسال، لو محدش اتصل بينا هسالك، هحاول اسالك كده الناس اللي انا اعرفهم اذا كان في حاجه زي كده ولا لا، وفي حلقه بكره ان شاء الله يديني ويديك العمر هجاوب عليكي. هو انا فعلا مش عارفه فيه ولا لا. لا الفرن لسه، بس ماشي تمام زي الفل. بصوا بقى كده هعمل ايه، دهنت الحروف بميه، ميه عاديه خالص، وهروح جايبه الطرف كده واروح عامله كده لزقاه. انا عايزه اجيبها هنا عشان تبقوا شايفين معايا، دي كبيره، هروح مثلا اهي واروح جايبه كده واروح عامله هنا كده لازقه في الطرف اللي انا بليته بالميه اهو كده. التانيه واروح عامله كده، ممكن نمشيها كلها كده الاول. لا عينيا الاتنين. حاضر. بصوا بلزق كويس قوي في الميه اللي احنا عملنا بيها كده. تمام، سلم عمرك يا رب. بلزق في الجزء اللي تحت اهو. انا عايزه الحشوه تبقى باينه. بصوا بلزق في القرص اللي تحت. طيب وهعمل ايه دلوقتي؟ هروح جايه كده واروح عامله كده. انا مش عايزه بس غير هي واحده في النص، عشان انتوا شايفين ان هي صغننه خالص، فمش عايزه اكتر اهي كده. ونصبح على ماما مريم، نقول لها صباح الهنا يا ماما مريم. يا صباح الفل يا حبيبه قلبي. صباح الجمال على عينك يا حبيبتي، صباح الهنا والجمال عليك يا حبيبتي، يومك كله خير وبركه يا نور. يا رب اللهم امين يا حبيبتي. المخبوزات الجميله دي اللي تفتح النفس حبيبتي. الله يسعد قلبك، ما تحرمش منك ابدا يا رب، تسلمي. كم نقطه بس، كم نقطه كده اتكلم بس فيهم يا رب يخليك. اولا ماما بشرى بتقول لك الحمد لله على السلامه، ومش عارفه توصل لك والله خالص، التليفون عندها فيه مشكله ومش عارفه توصل لك خالص على الهواء. انا هروح لها لحد عندها. الله، وانا لا عيني عيني. يا سلام عيني. خديني معاكي. طب خديني معاكي، انا موافقه جدا، يلا بينا. يلا، دي اول حاجه. ثاني حاجه، الاخت اللي البنوته اللي اتصلت قالت على التمريض العسكري. تمام، فعلا في تمريض عسكري بعد الاعداديه. كان في واحده سالت الشيف محمد من كام يوم. تمام، والشيف العميد محمد رد عليها وقال اصرخ تسحب الورق الايام دي، في طلبات. حلو قوي ده، سمعتي يا شروق؟ ما تحرمش منك يا ماما مريم والله العظيم. الحاجة الثالثة، بنقول لمادة السعيد الحمد لله على السلامة عشان خرجت خلاص من المستشفى. فعلا؟ الحمد لله. اه خرجت الحمد لله. الحمد لله. وألف ألف مليون حمد لله على سلامتها. وربنا يشفي كل مريض. يا رب اللهم آمين. ونصبح على كل حبايبنا كلهم عشان ما حدش ينساش أسامي حد. يا حبيبتي ما نتحرمش منك أبدا. وسلام خصوصي الماما. حبيبتي ما تحرمش منك أبدا يا ماما مريم، ربنا يبارك لي فيكي. طب أنت دلوقتي قلتي لي كذا خبر حلو. اولهم طبعا ماما بشرى ربنا يبارك لي فيها، ما تحرمش منها ابدا يا رب. ثانيا فرحتيني ان احنا قدرنا نجاوب على شروق، وقلنا لها اذا كان فعلا في تمريض، او هي ماما مريم قالت لك دلوقتي يا شروق ان فعلا في تمريض عسكري بعد الاعداديه، وده الوقت المناسب ان انت تروحي تقدمي. والخبر الثالث بقى اللي انا مبسوطه له بجد، ان ميرفت سعيد حبيبتنا ومتابعتنا خرجت بالسلامه من الحجر. يا رب يا رب يا رب يشفي كل مريض، ويا رب يشيل عنه اللهم امين ويخفف عنه ألمه. يا رب اللهم امين، اشفي كل مرضى المصابين بكورونا يا رب، ويشيل عنهم ويخفيهم ويحفظ البلد واللي فيها يا رب اللهم امين. فمكالمه ما شاء الله بجد 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 بجد، ما تحرمش منك يا مريم. بصوا كده، بصوا كده، انا عملت هنا بالقطاعه اللي هي المشرشره. طب انا ما عنديش مقطعه مشرشره اعمل ايه؟ بصوا انا رحت واخده قطع من العجين زي ما انتم شايفين كده، برمتها وعملت بيها الشكل اللي انا عايزاه بالشكل ده كده. برمتها برمه خفيفه. الحلقه بتاعتنا النهارده تعتبر حلقه بدائيه، انا مش عامله اشكال صعبه، انا عامله حاجات علشان بس ان انا للناس اللي هي بتخاف تخش تعمل معجنات،
للناس اللي بتخاف تخش تعمل معجنات. انا النهارده مسهله لك الدنيا خالص اهو باشكال سهله وبسيطه جدا جدا جدا، يعني ممكن بنوتك ال 10 12 سنه ممكن تعملها معاكي. خلي كده عندك جراءه كده وانت بتشتغلي، خشي ابداي بالعجينه وسيبيها تخمر وشكلي الاشكال اللي انت عايزاها. بصي اهو كده تعملي بيها بقى واحد طالع واحد نازل، تعملي اشكال مختلفه اللي انت عايزاه كله. اهم حاجه الحشوه تكون باينه معاكي علشان تبقي عارفه الفطاير دي عباره عن ايه. طيب ده كده شكل، هنعمل ايه تاني؟ يعني كده يعتبر عملنا اهو هو هو الشكل، بس الناس اللي عندها قطعه مشرشره والناس اللي ما عندهاش. طيب دي كده اهي جزء من العجين بسيط جدا، هروح مبططاه كده بايدي وبسكينه حاميه، هروح مقطعاه من النص علشان يديني فتحات، مش عايزه بسكينه حاميه بنفس قطعه البيتزا اهي. بصوا كده هتاكد ان هي بقت باينه معايا كده، واروح مغلفه الطبقه اللي تحت اهي. انا طبعا دهنا الحروف بتاعتها كلها بالميه اهي، دي كمان بقى عندنا شكل زي ما انتم شايفين كده. اسهل من كده مفيش، جزء اهو صغير من العجينه نلف ونبطط ونقطع، ما عندناش قطاعه نعمل بالسكينه ما فيهاش اي مشكله خالص اهي. بططنا والحشوه اللي انت عايزاها مش هتقول لك لا اهي كده، بس اهم حاجه نتاكد ان هي فتحت اهي كده بالشكل ده كده اهي، ونروح مغطيين اللي فوق ونضغط كده ضغطات بسيطه من الحروف ونصبح على عمرو ونقول له صباح الفل يا عمرو. الو الو صباح الفل. الو ازاي حضرتك يا شيخ؟ ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ الو الو سامعاك يا حبيبي، وطي التلفزيون واسمعني من التليفون يا عمور. الحمد لله كويس، وانت عامله ايه؟ انا بخير يا حبيبي، لما سمعت صوتك بقيت بخير اكتر، ما تحرمش منك يا رب. سامعاك قولي. عايز طريقه الكريب. عينيا الاثنين حاضر. الاسبوع الجاي يا عمر طيب هعمل حلقه عن الكريب واتفرج عليها وهعملها لك بكل تفاصيلها، حلو وحادق، ايه رايك؟ فصل. شكرا يا عمرو، نورتني يا حبيبي اتصالك. بصوا ادي كده شكل وكده شكل ومعمول بايدينا وما استخدمناش حاجه غريبه او حاجه مختلفه من بره. عينيا الاثنين حاضر. طب انا عايزه اقول لهم كمان انا هعمل ايه في الفاصل. بصوا هعمل ايه في الفاصل، الكور بتاعتنا ديت هعملها يعني تشكيلات بسيطة جدا زي السندوتش. هفرد الكورة واروح حاطة الحشوة في نصها كده واروح قافلة الناحية التانية فيها واروح مدية تشريطات بالجنب وارش على الوش سمسم وحبة البركة، هتطلع لنا زي البوريك اللي احنا بنجيبه من الفرن اللي بيبقى محشي عجوة، ده بيطلع برضو زي الفل. الحلقة بتاعتنا ارجع واقول المرة العشرين النهاردة حلقة بسيطة جدا وسهلة للناس اللي بتحب المعجنات وشغل المعجنات بس بتبقى خايفة منه. طيب تعالوا نطلع فاصل، ارجع من الفاصل اكون عملت العجائن بتاعتنا ديت باشكال مختلفه ورصيتها في صاج، ونرجع بعد كده نشوف فقره السوشيال ميديا ونجاوب على اسئله حبايبنا اللي موجوده على الصفحات بتاعتنا. مستنياكم بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حته. رجعنا من الفاصل، زي ما قلنا في اول حلقتنا اهم حاجه عندي ان احنا شغالين براحتنا خالص، واهم حاجه كمان دي حلقه للناس اللي لسه بتبدا او عرايسنا الجداد او ولادنا اللي عندهم 13 14 سنه كده ولسه بيبداوا يدخلوا المطبخ. اللي انا اللي قدامي دي عملتها ازاي؟ بصوا كده خدت كده قطعه عجينه اهي، كوره من كور العجين، اهم حاجه وانتوا حاطين العجين اوعوا ان هو تسيبوه عريان علشان ما ينشفش مننا ويشقق. بصوا كده اهي كوره العجينه اهي، وراح عامله كده
سهله جدا وبسيطه، يا دوب فردناها بالشكل ده. وهروح واخده حبه من الحشوه بتاعتنا ايا كانت ايه هي، فراخ معصجه، عندك حبه لحمه متعصجين في الفريزر شايلاهم، عندك بيضتين كده مع حته بسطرمه خلاص هتنشف في الثلاجه، نروح واخدينها حاطينها مع بعض وعاملينها زي ما انت عايز. واروح حاطه معاها جبنه موتزاريلا كده، حاضر، واروح واخده كده كده اهي، وادي لزقت الحرف. سهله جدا 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 وبسيطه. طيب هو ده الشكل ده، ممكن نحطها هنا كده واروح دهنه الوش بتاعها من نفس الدهان اللي هو حليب وقهوه سريعه الذوبان عشان لو ما عندناش بيض بالشكل كده. نعم طيب حاضر، ثانيه واحده، بصوا كده هسيبها كده. في حل قدامكم من الاثنين، يا شوكه يا مقص يا سكينه، يا شوكه يا مقص يا سكينه. طيب دول التلاتة اللي ممكن نشكل بيهم. هنيجي كده لو هنستخدم المقص، بصوا كده بسم الله الرحمن الرحيم، عينيا الاتنين يا سلام، عينينا المحمود، بصوا كده ادي بالمقص راح جاي عامله كده، بصوا الشكل عامل ازاي، اسهل من كده مفيش. اهي تلاتة وادي اتنين وادي واحد، بصوا على حسب بقى ما انتم عايزين التقسيمه بتاعتكم تكون عامله ازاي. خدت مننا وقت؟ ما خدتش مننا وقت. خدت مننا مجهود في التشكيل والعماير؟ ما خدتش مننا اي مجهود خالص. قلت لكم ممكن بنتكم اللي عندها 12 13 سنه او حتى 10 سنين تشتغل بيها عادي جدا اهو. طيب جه دلوقتي وقت السوشيال ميديا، ده هنحطه في الفرن ورانا ونشوف شكله لما يطلع يكون عامل ازاي. وعملنا القرص اللي هي بالقرفه والسكر، وهفتحها دلوقتي واوريكم شكلها عامل ازاي. والناحيه الثانيه حاطين بال الحشوات اللي احنا عملناها بالبسطرمه والجبنه. بوست السوشيال ميديا اللي نازل على الصفحه بتاعتنا، صفحه البرنامج، وفي كمان بوست نازل على حساب الانستجرام بي ان سي ايجيبت، هنشوف الاسئله اللي عليهم واحنا بنشتغل. طيب قولوا لي كده ال تمام. قبل حبايبنا اللي في السعوديه والعراق وتونس، الف تحيه ليكم ولمتابعتنا الجميله، ربنا يبارك لكم، الله يسلم عمركم يا رب. دي العجينه اللي احنا عملناها في الاول. الناس اللي في تونس والناس اللي في العراق والناس اللي في السعوديه والناس اللي في ليبيا والناس اللي في السودان، اللي بعتين لي على البوست اللي حضراتكم شفتوه دلوقتي وبيقولوا لي الف حمد لله على سلامتك، نورتي مكانك من تاني، والله العظيم انا منوره بيكم، وان انا اقف على رجلي قدامكم تاني دلوقتي ده بعد فضل ربنا بسبب دعواتكم ليا، الله يديمكم في حياتي يا رب، ما تحرمش منكم ابدا 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 ما تحرمش منكم. طيب طيب غيره؟ نعم يا حسن سلطان، ما تقلقش ما تقلقش. طيب احنا الطلب معانا النهارده واحنا قلنا هنعملهم او هننزلهم كيكه الشوكولاته وحاجه تانية قلنا هنجاوب عليها، ها الماسك بتاع الايد، ماشي. طيب ننزل كيكه الشوكولاته الاول، كيكه الشوكولاته على الهواء. الكيكايه دي اللهم لك الحمد والشكر، صح الكيكايه بتاعتنا، المقادير ديت دي مقادير معتمده بتاعتي انا، ما بغيرهاش لو هعمل، والله انا ما بحبش ما بحبش اكلكع الدنيا، ف المقادير دي انا بستعملها في كيك وبستعملها في تورته وبستعملها في كب كيك وبستعملها في سويسرول، فبتطلع الله اكبر عليها ما شاء الله معايا زي الفل. عايزاها فانيليا او عايزاها بيضه بشيل الكاكاو بسيبها زي ما هي، عايزاها بالبرتقان بشيل الحليب وبحط عصير برتقان، بشكلها زي ما انا عايزه وحسب الامكانيات اللي عندي. طيب مقاديرنا بتقول ايه في الكيكايه بتاعتنا اللي احنا بنعتمدها على طول؟ معايا اربع بيضات، كوبايه من الزيت، كوبايه من الحليب، كوبايه من السكر، تلت كوباية من الكاكاو الخام، كوبايتين ونص من الدقيق، باكت كامل من البيكنج باودر، ورشة الفانيليا. دي الكيكة اللي هي بتاعة الشوكولاتة. طيب طيب نقول الطريقة الأول ولا نقول الجناش كمان؟ طيب نقول الجناش الأول كمان علشان اللي عايز صوص شوكولاتة كده هو يبقى اقتصادي جدا وعلى قد ايدينا. الجناش الاقتصادي محتاجة ايه؟ أجيب الخلاط وأحط فيه كوباية سكر، كوباية حليب، كوباية زيت، أربع معالق كبار كاكاو. أسهل من كده مفيش.
طيب لو عايزاه صيامي يا ايه بنعمل ايه؟ بروح شايله الحليب واحط ميه. لو عايزه صوص شوكولاته دوت صيامي بشيل الحليب وبحط ميه، بيطلع معانا طعمه زي الفل كمان، محدش يقول ازاي ميه وزيت وسكر ما ينفعش، الكيكه الصيامي ممكن ان احنا نعمل فيها ايه؟ نشيل كوبايه الحليب نحط عصير برتقال مع الزيت. نشيل البيض ممكن ان احنا الايه؟ البيض فطاري، ما احنا ممكن نشيل البيض ونحط بيكنج بودر ونحط معلقه خل كبيره. هتمشي معانا الصيامي. مفيش حاجة ما بتعطل في ايدينا، مفيش حاجة بتعطل في ايدينا، بفضل ربنا مفيش حاجة بتقف قصادنا، نسمي بالله عشان الحاجة تطلع معانا زي الفل. عندنا ايه تاني؟ لا الفرن لسه. والفرن التاني لسه. تمام، طيب ده كيكة الشوكولاتة اهيت والصوص بتاعها اللي هو تاني، ده نوع تاني من الصوص. كوباية كاكاو خام، كوباية سكر بودرة، كوباية وربع من الحليب، أربع معالق كبار من الزبدة، ده اللي هو أعلى من الاقتصادي شوية. لان احنا حاطين له زبده وحاطين له كوبايه وربع من الحليب، فده بيبقى التطعيمه بتاعته اعلى شويه من اللي هو الاقتصادي اللي هو حليب وزيت وسكر بس، او ميه وزيت وسكر بس وكاكاو. فده نوعين من الصوص، وحسب الامكانيات اللي موجوده عندك هتتعمل. عندنا ايه تاني يا ايه؟ طيب نقول الاول صوص بالصلصه، الجمبري بالصلصه. حبيبتنا طلبت مننا الجمبري بالصلصه او الجمبري الصينيه، اسمها نوال خالد، طلبت مننا صينيه الجمبري بالصوص الاحمر او بالصلصه. بصي يا نوال، اهم حاجه ان انا بجيب الجمبري اشيل كيس الرمل بتاعه، وافضل طريقه لو انت مش عايزه تفتحي الظهر بتاع الجمبري بنعمل ايه؟ بنيجي من عند الراس بتاعه الجمبري كده بعود خله، بنروح ساحبين كيس الرمل. بيطلع معاكي بطريقه سهله جدا وبسيطه، واحاول ان شاء الله يكون معانا على يوم الخميس كده حلقه من اكلات السمك، عشان في كذا طريقه للجمبري عجبوني جدا وعايزه اعملهم لكم بصراحه عشان يبقى فيه تنوع كده في الاكلات بتاعتنا. طيب بنعمل ايه بعد ما بنغسله؟ بروح حطاه في بوله واسيب عليه الميه شويه، وبعد كده بروح عصره ليمونتين ثلاثه حلوين كده، وبحط عليهم شويه كمون وشويه ثوم مطحون ناعم جدا خالص، وبروح حطاه من فوق الوش وابدا ان انا اقلبه علشان لو في اي زفاره ينزل من المصفه اللي انا حاطه فيها الجمبري. خلاص غسلته تمام وزي الفل، ببدا ان انا اروح ماسكاه على الطاسه على النار، بديها شويه زيت، بديها فص ثوم، بديها حبه فلفل احمر حامي، يا دوب يتشكشكوا كده اهوت والتوميه بتاعتنا تصفر، ابدا انزل الجمبري. خلي بالك ان الجمبري لما بيفضل على النار كتير بينشف، بيجلد، ما بيبقاش طعمه حلو، لازم ان هو مجرد ما يغير لونه ويوصل للون اللي هو الاورنج شويه او اللي هو اللون البرتقاني كده، ببدا ان انا اروح رفعه على طول، اتغير لونه كله ببدا ان انا ارفعه من على النار. طيب رفعته من على النار وخد التشويحه بتاعته. الصلصه دي بتبقى عباره عن ايه؟ بجيب الخلاط بتاعنا بحط فيه طماطمايه وبحط فيه ثوم وبحط فيه فلفل حامي وبحط فيه معلقتين من الصلصه وشويه زيت، ملح وكمون وعصير ليمون. بضرب ده كله جدا كويس جدا جدا في الخلاط مع حبه ميه صغيرين كده، بضربهم كويس قوي في الخلاط، وببدا بعد كده اروح حاطه طاسه على النار اسخنها بحبه زيت، او لو هو هستغنى عنه بحبه الزيت اللي انا حطيتهم في الخلاط، بروح حاطاه في الطاسه يا دوب شكشكه بسيطه كده هو تدي بس غلوه واحده، واروح حطاه في طاجن او في صينيه، واروح مسقطه فيه الجمبري، واروح مغطياه رصه بقى حلوه كده للجمبري جميله عشان هيتقدم بالطاجن بتاعه، واروح مغطياه بالفويل واروح حطاه في الفرن. مش عايزه اكتر الجمبري قعدته في الفرن كتير، ليه؟ علشان انا قلت لكم مش عايزه ان هو يشد معايا، لا عايزه اكل الجمبريات تبقى طريه، تبقى فيها عصاره كده من جوه انا حباها، فعلشان كده ما بنحطوش كتير. حطيته مثلا تلت ساعه في الفرن ومتغطي بورق فويل، بعد كده بروح حاطه شايله الفويل واديله تشميعه من على الشوايه كده علشان يتلسع واكنه زي الجمبري المشوي، بروح مطلعاه صحتين وعافيه على قلبك. اسهل من كده واطعم من كده للجمبري مفيش، بيطلع معاكي في منتهى الجمال. طيب معانا ايه تاني؟ الماسك بقى، بصوا كده في نعم عايزين ايه؟ ايه ده، هو ده اخر سيجمنت؟ بتهزر والله. طب لسه اديني بس اول الماسك ممكن. طيب بالنسبه خمس دقايق بالنسبه للماسك بتاع الايد، ماسك الايد انا عملته قبل كده وده بصراحه انا ما بغيروش، اللي هو بالظبط كان عباره عن ايه؟ بمسك معلقتين من السكر، ده اسمه زي بدل يعني منه ماسك ومنه سكراب للايد، وممكن ان انا استخدمه للوش. السكر لازم يكون خشن،
السكر لازم يكون خشن. ليه؟ علشان لما اخلطه مع البن، هقول لكم مقداره دلوقتي، بحط مقدار الماسك اللي هو بتاع البن والسكر. بنعمل ايه؟ بحط معلقتين من البن، معلقه كبيره من السكر الخشن، وبحط عليه معلقه من زيت اللوز. زيت اللوز دوت بيبقى حلو جدا للوش او للايدين. بخلطهم كويس مع بعض على انهم يبقوا زي العجينه الناعمه كده، وابدا بعد كده اروح ماسكاه وماسكه ايديا بدعك. انا مش بحطه وخلاص، لا انا بدعك على شيء. وبصوا لما اجي عند الصوابع بروح ثانيه الصوابع كده عشان الكسرات اللي هنا دي كل دوت يبقى لون واحد وطبقه واحده. بدعك ايدي بيه كويس قوي بحركه دائريه لفوق، تمام؟ ده بالنسبه للايد. طب بالنسبه للوش بعمل ايه؟ نفس الخليط، بروح ماسكاه من هنا من تحت الوش كده اهوت، وببدا ان انا ادهن في حرق، اخلط او ادعك بالراحه، مش جامد عشان بشرتنا ما تلتهبش، من تحت لفوق كده اهوت علشان في حركه دائريه. منها بنشط الخلايا الدوره الدمويه للوش، ومنها برفع الوش. في ناس كتير قوي مع الكبر بتاع السن والتعرض للظروف الجويه بتحسوا ان الخدود نزلت كده، او الوش بقى فيه زي سن الترهلات كده، وتحسوا ان في ناس تانيين وشهم نضر او بشرتهم نضره وخدودهم مرفوعه. ده بسبب ان هم لما بييجوا يعملوا الماسك ما ينفعش ان انا اعمل ماسك واعمل كده لتحت. تحت ده بيسحب الوش وبيسحب الانسجه بتاعه الوش لتحت، فانا لما باجي اعمل بعمل كده كده اهو. بصوا بحركه دائريه لفوق، حتى لما اجي عند القوره ادعك لفوق علشان التكسيرات اللي بتبقى عند الحاجب والتكسيرات اللي بتبقى بين الحاجب دي تتفك معايا وتتفرد. فبعمل كده لفوق، بسحب الوش كله لفوق بالماسك، واسيبه حوالي من ربع ساعه لثلث ساعه على الوش. ولما اجي اغسله بغسله بميه دافيه، وبرده بفركه الاول قبل ما احط الميه الدافيه، بفركه وانا بفركه على الحوض كده بتاع الحمام، بفرك برده لفوق علشان منها اشيل الجلد الميت، منها اشيل الطبقات الغامقه اللي بنتعرض لها من الشمس ودرجات الحراره بتاعت الجو، وفي نفس الوقت بيبقى انا بدي بدلك الوش. بعد ما غسلته بميه دافيه ونزلت كل اللي فيه خالص، عندي تلجايه في التلاجه يبقى حلوه، اروح واخده التلجايه ممشياها على الوش كله علشان ارجع الوش للنضاره بتاعته. ما عنديش تلجايه، ازازه ميه من التلاجه بروح غاسله بيه الوش واسيبه ينشف. نشف معايا، بروح ماسكه قطنه بميه ورد بتاعت الصيدليه مش من اللي عند العطار. ميه ورد من بتاعه الصيدليه مش من عند العطار، بروح ماسكاها ممشياها على وشي واسيبه ينشف. تلاقوا الوش انتوا نفسكم كده حاسين بانتعاش غريب، حاسين نعم. اللي في الفرن حاضر هطلعه، بس هو لسه قدامه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا كده ده احسن ماسك للوش وللبشره وللاسفل وللايد. في ماسك تاني لو قدامنا دي يا حمدي ممكن نتكلم عنه. طيب الماسك التاني دوت اللي انا قلت لكم عليه قبل كده، وقلت لكم ان انا هعمله وربنا ما قرضش لان حصلت الحادثه بعديها، كان عباره عن كريم للوش. ناس كتير طلبته مني وهعمله لكم فيديو والله، بس انا هقول لكم عليه. الكريم بتاع الوش بعمل ايه؟ بروح جايبه، بسم الله الرحمن الرحيم، نجيب بلانشا ونرص واحنا بنتكلم. انا خلاص والله حاضر. بجيب ايه؟ بص يا احمد يا حمدي، بص يا حمدي، بص يا حمدي. بص عامل ازاي ما شاء الله. بجيب ايه؟ استنى بقى عشان اقول لهم الماسك دوت، عشان الناس كتير طلبته مني وانا ربنا ما اسعفنيش ان انا اعمله. بجيب ايه؟ بجيب الرز، بجيب الرز الكريم دوت، كريم الرز بيخلي البشره في خلال 3 ايام يعني ما شاء الله بتتفتح وبترجع ناعمه خالص زي بشره الاطفال. بجيب الرز بنقعه قبلها بيوم في كوبايه حليب، نص كوبايه من الرز في كوبايه ونص حليب، نص كوبايه رز في كوبايه ونص حليب. خلي بالكم من المقدار اللي انا بقوله. يتنقع قبلها بيوم في بوله ويتحط في الثلاجه، بيتحط في، بعد ما بيتحط في الثلاجه باجي تاني يوم بلاقي الرز بدا ينشي، بدا ان هو ينزل النشا اللي فيه، وبدا ان هو يدوب معايا كده ويطرى. بعمل ايه في الحاله ديت؟ بروح ماسكه الخلاط وضربه فيه. حاضر. بروح ماسكه الخلاط وضربه فيه الرز بالحليب اللي انا كنت نقعاه قبلها بيوم، بضربه يبقى الخليط ناعم جدا، واروح ماسكه شاشه، خلوا بالكم اللي انا بقوله، وبروح ماسكه شاشه واروح مصفيه الخليط دوت عشان انزل العصاره، عشان لو في اي حاجه لسه موجوده من الرز ما تلهبليش وشي وانا بدهنه، انا عايزه الخليط يبقى دايب خالص وناعم جدا. بعد كده بروح جايبه طاسه على النار بحط فيها الخليط اللي انا صفيته من الشاشه ده كويس قوي، وبروح ببدا ان انا احط عليه ايه؟ بحط عليه معلقه زيت زيتون. حد هيقول لي زيت الزيتون لما بيتحط على النار يا نونا بيفقد
فايدته ماشي، انا مش حاطه زيت الزيتون عشان الطعم، انا حاطه بس عشان اخد الطراوه اللي في زيت الزيتون. بروح حاطه معلقه كبيره على الخليط دوت، وبروح افضل اقلب بالمعلقه الخشب لحد ما يبدا ان هو يبقى خليط كريمي خالص كده معايا وناعم جدا. بعد كده بروح شايلاه من على النار وابدا احط عليه زيت لوز، ابدا احط عليه جل صبار اللي هو الالوفيرا اللي هو بتاع الوش، وابدا اخلط 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 مع معلقه عسل نحل. كل ده بيتخلط مع الخليط اللي احنا شلناه من على النار، وافضل اخلط، بيبقى مديني خليط زي الكريم بتاع البشطه بالظبط. اجيب بطرمان صغير من عندي ويكون نضيف جدا ومتعقم، واروح حطاه فيه واحطه في التلاجة. اقدر استخدمه لمده قد ايه؟ لمده اسبوع. بعد الاسبوع غيري، انت ممكن تعملي حاجات بسيطه علشان هو ايه الكام يوم تغير. تدهني منه بشرتك بالليل قبل ما تنامي، مش قادره اقول لك بيبقى عامل ازاي. طراوه ونعومه، تقومي الصبح كده اهوت، وخلي بالك لازم بالليل ما تعملوش الصبح وتخرجي علشان ما يستحش معاكي في الشمس، اعمليه ونامي بيه هيطلع معاكي زي الفل. طبعا انا بتكلم بسرعه، بعد الحلقه شوفوا استنوا اللايف اللي هنعمله على صفحتنا عشان اكلمكم عن المسابقه اللي جايزتها عجان ان شاء الله تكسبوا معانا، وهقول لكم الماسك ده تاني بالراحه وهنزله لكم النهارده على الصفحه. اتمنى اكون حلقه النهارده استفدتوا منها وتكون سهله وبسيطه. واحنا بنختم كده يا حمدي، نقطع القرفه بالسكر. بصوا القرص، بصوا ما شاء الله عليه. اشوفكم في حلقه جديده بكره ان شاء الله. بصوا في حلقه جديده بكره ان شاء الله من البلدي وكالمعنونه. ان شاء الله اكون دايما عند حسن ظنكم وانور رضاكم. اسيبكم على خير واشوفكم على خير واقول لكم السلام عليكم.